السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من ساعة صباح نتابع فيها. الزوجة الثانية امرأة تخطف رجلا من زوجته أم تضفي على الأسرة سعادة إضافية؟ وهل يراها المجتمع ظالمة أم مظلومة؟ إذن لماذا تقع الزوجة الثانية ضحية التصنيف، وكيف تتعامل مع نظرة البعض لها بعين الاتهام في بعض المجتمعات العربية؟ في انتظار تعليقاتكم عبر صفحتينا على فيسبوك وعلى تويتر، فضلا عن الرسائل المصورة عبر يوتيوب وإنستغرام. شاركونا. بعض الناس يحملونها مسؤولية هدم كيان أسرة مستقرة، وآخرون يعتبرونها طوق نجاة لرجل يبحث عن السعادة الزوجية أو المزيد منها. وما بين هؤلاء وأولئك تبقى الزوجة الثانية أسيرة لصورة نمطية تراها ملاكا ينثر البهجة أحيانا أو شيطانا يخرب البيوت في معظم الأحيان. نقترب من الزوجة الثانية لنرسم ملامحها دون تجنن أو تحيز. خطفت الرجالة والعبية وبتاخد واحد من واحدة يعني. أنا كنت أعرف واحدة جارتنا كانت اتجوزت واحد جوز صاحبتها، واصلا صاحبتها اصلا ما تعرفش حاجه اصلا لحد دلوقتي، ومخلفه منه وعايشه حياتها خالص مع جوزها الثاني، وصاحبتها اصلا ما تعرفش اي حاجه لحد دلوقتي. هتخطفه مني. هو بيختلف من حاله للتانيه، بتبقى حاجه نسبيه، كل حاله ليها ظروفها، وانا ما اقدرش احكم عليها بمجرد هو. طبعا اي واحده ما تقبلش ان زوجها يتجوز عليها واحده تانية. نعم، بشوف ان الراجل هو السبب في ان هو يجوز زوجه تانية اصلا. يعني الست التانية دي ما هي ست زيها زي الست الاولانيه، بس اللي عمل الفعل نفسه هو الراجل اللي خلى بقى فيه زوجه تانية. انا في نماذج قدامي زوجه تانية تبقى احسن من الزوجه الاولانيه، وهو كان ليه حق ان هو يجوز زوجه تانية، بس برضه في نفس الوقت في نماذج بتبقى فيها ظلم بجد. مش شرط اقول عليها وحشه يعني، الله اعلم يعني ظروفها عامله ازاي، ممكن تبقى كويسه، ممكن الزوجه الاولانيه تبقى وحشه مثلا، فمش شرط ان تبقى الزوجه الثانيه تبقى هي الوحشه، ممكن برضه الاولى يعني. احنا عندنا هنا في مصر فكره ان الزوجه الثانيه دي مرفوضه تماما، من اي واحده ما بتقبلش ان زوجها يتجوز عليها. وبعدين الفكره بالنسبه للراجل اصلا هي ان شارع محلل اربعه، فهي دي بس اللي هو بتبقى في دماغه ان شارع محلل اربعه، لكن ايه الشروط الثانيه وايه الاحكام الثانيه اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليها للزوجه الثانيه هو ما بيعملهاش، هو لمجرد انه يتجوز بس. يعني في شخصيه بيبقى معاها فلوس وبيحط في دماغه ان هو يقدر يتجوز زوجه ثانيه، ليه لا؟ الحديث حول هذا الموضوع نرحب بضيفتنا في الاستوديو الدكتوره رفيده الحبش المفكره والداعيه الاسلاميه. اهلا بك دكتوره رفيده، صباح الخير. اهلا بك اسماء، صباح الخير. صباح الخير. قبل ان نبدا معك ننوه مشاهدينا الى اننا نتلقى مشاركاتكم واسئلتكم عبر ارقام الهاتف التي تظهر اسفل الشاشه وعلى صفحتي الجزيره مباشره على فيسبوك وتويتر، كما يمكنكم متابعه البث الحي لهذه الحلقه عبر موقع الجزيره مباشر. دكتوره رفيده، الزوجه الثانيه ماذا تعني لك هذه العبارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصراحة لازم أعترف بأنه كلمة الزوجة الثانية يعني اختلف شوي المعنى بينما كنا في بلاد الشام ومصر، بينما أتينا إلى دول الخليج. يعني في بلاد الشام، في بلاد مصر، في كل البلاد العربية غير دول الخليج، ملاحظ أن هذه الكلمة غير يعني محببة وغير مألوفة، وهي كالصاعقة على قلب المرأة الأولى، الزوجة الأولى. بالطبع إحنا لو أتينا إلى الآيات القرآنية أو إلى كيفية بدأ هذا الحكم،
طبعا نحن ننطلق دائما من خلق الله تعالى. عندما خلق الله تعالى آدم خلق له زوجة واحدة. العلماء فريقين بصراحة، منهم من يقول أن الأصل هو الواحدة، ومنهم من يقول أن الأصل هو التعدد. نعم. فلو استعرضنا التاريخ، فالله تعالى عندما خلق آدم خلق له امرأة واحدة، زوجة واحدة. ولو كان أن الأصل هو التعدد لكانت الحاجة ملحة جدا. نحن هنا لا نتحدث، حتى تكون الصورة واضحة، نتحدث عن فكرة التعدد، هل هو الأصل أم الزوجة الواحدة الأصل. إنما فكرة التعدد في حد ذاته لا نتحدث عنها، لأنه بأي حال من الأحوال هو شرع من الله عز وجل. نعم. والحكم فيه أنه مباح بالطبع، لكن كيف كيفية هذه الإباحة؟ توظيف. نعم. شايف. نعم. عليه. وما هو الأصل كما قلنا؟ فإذا الأصل هو الواحد. أنا أستعرض قول العلماء، سواء القول الأول أو القول الثاني. جميل. فاللي قالوا أن الأصل هو الواحدة استدلوا بخلق حواء، بأن البشرية كانت بحاجة لكذا امرأة، مع ذلك الله تعالى لم يخلق له إلا واحدة. حتى أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام زوجة عاقر ولم تنجب له من الأولاد، ومع ذلك ما تزوج غيرها. سيدنا زكريا كمان زوجة عاقر وبقي عمرا طويلا ولم يتزوج غيرها، حتى أكرمه الله تعالى فأصلح زوجته أنها أصبحت قابلة للحمل، وسيدنا إبراهيم الله أكرمه بهاجر. إذا من هنا نرى أن الأصل في تاريخ الأديان هو الواحدة، لكن نجد في حتى جاء زمن بني إسرائيل فبدأ التعدد وانتشر التعدد في بني إسرائيل، حتى أنه في التوراة يذكرون بأن سيدنا سليمان كان له 1000 زوجة، 1000، 300 حرة و700 سراري. ما أدري على ذمة التوراة طبعا، ما أدري كيف يتعامل مع 1000 امرأة، لكن هذا منصوص في التوراة. المهم إذا من زمن بني إسرائيل بدأ التعدد حتى جاء الإسلام. فأنا أرى أن شرعة التعدد إنما جاء بها الإسلام ليخفف منها شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى الواحدة. فالله تعالى في القرآن الكريم رغب في زواج الواحدة ولم يرغب في زواج الأربعة. تصوري عندما أباح في زواج الأربعة لم يبح على المطلق عواهنه، إنما هناك شرط في الآية، حتى الآية التي يستدلون بها. طيب، ومن هنا نعم، ومن هنا نسأل ما هي الشروط المقيدة للتعدد أو لزواج الثانية والثالثة والرابعة؟ نعم، هو انطلاق من الآية، فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذن الآية في النهاية تؤكد على واحدة، ويؤكد على ذلك في آية أخرى، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. إذن كأن الآية الأولى بدأت بالشرط، شرط وجود اليتيمة، من كان عنده يتيمة وأراد أن يتزوجها، هذا أصل الآية وسبب نزولها. أراد أن يتزوج هذه اليتيمة وخاف ألا يعدل ويعطيها حقها كاملا فليتركها وليتزوج من النساء ما شاء، هذه أصل الآية. ثم تؤكد الآية فواحدة، ذلك أدنى ألا تعولوا. يقول الإمام الشافعي في هذه الآية في تفسير ذلك أدنى ألا تعولوا، يقول ألا يكثر عيالكم وتفتقروا سواء بالنساء أو بالأولاد. إذن هذا هي بالنسبة للشروط. طبعا ذكر العلماء في البداية لم يضعوا أي شرط في ذلك، لكن نحن نستطيع أن نأخذ هذه الشروط من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو عمل النبي وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفسر الآيات القرآنية. فالنبي متى تزوج ومتى عدد؟ كلنا نعرف أنه عندما كان مع زوجته خديجة بقي النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة 25 سنة، 25 سنة لم يتزوج غيرها، لم يعدد النبي عليه الصلاة والسلام. بالرغم طالما أنها كانت أكبر منه سنا، بالرغم أنها كانت أكبر، بالرغم أنه كان شابا، لكن لأنها كفته في كل شيء، فهي أنيسته وزيرته أم أولادي، أحضرت له الأولاد، هو مرتاح في هذه الأسرة مع هذه العائلة، يهتم بأولاده كما نأمل من كل رجال المسلمين. لكن بعد وفاة السيدة خديجة وبعد أن أصبح عمره صلى الله عليه وسلم 53 سنة وعند هجرته إلى المدينة، تزوج سودة قبل الهجرة وثم عائشة، ولكل واحدة هناك سبب وهناك حاجة وهناك ضرورة من أجل أن يتزوجها. نعم. كما أنه كما سألتيني عن الشروط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج
تزوج البنت الشابة الصغيرة سوى عائشة، أنت تعرفين هذا. إنما تزوج لمصلحة إما سياسية وإما مصلحة اجتماعية وإما مصلحة إنسانية. نعم، بالتدقيق في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام، في فكرة الزواج بشكل عام، التدقيق فيها ينفي عنه ما يتهمه البعض به، يعني حاشاه صلى الله عليه وسلم من فكرة أنه تزوج كثيرا، أنه مزواج، حاشاه أن يكون ذلك. يعني حتى أنه تزوج من تزوج، تزوج المسكينة الأرملة الكبيرة في السن، أم الأولاد، هذه اللي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، لم يذهب ليتزوج الجميلة والصغيرة. واعتبار آخر أيضا، نحن للأسف يعني في بلاد الشام وفي حتى في بلاد مصر وشمال إفريقيا وأظن أكثر العالم الإسلامي، عندما يريد الزوج أن يعاقب زوجته أو أن ينتقم منها لفعل ما، فدائما يهددها أنا بدي أتزوج عليك، ويتزوج كما يقولون وليكسر شوكة الزوجة الأولى. طيب، معنا اتصال من السيد علي من الكويت، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دعيني أولا أشكرك يا أختي الكريمة على جهودك التي تبذلينها بهذا البرنامج، وجعل الله إن شاء الله في ميزان حسناتك. إن شاء الله، شكرا لك، تفضل. ونشكر والدتنا ودكتورتنا دكتورة رفيدة الحبش، أهلا بك، شكرا لك. وكمان نشكرها على ما تقدمه، وجعل الله إن شاء الله في ميزان حسناتك. آمين يا رب. أنا عندي سؤال، عفوا، سؤالي هو أسف انقطع الاتصال، نرجو أن تعيد الاتصال بنا مرة أخرى سيد علي، نكمل ما كنا نتحدث عنه دكتورة رفيدة. نعم، كنا نتحدث في الشروط، التي وضعها الإسلام للزواج أو الزواج بالثاني. كما قلت لك، الفقهاء من البداية لم يضعوا هذه الشروط، لكن مع الزمن عندما خفت موضوع التعدد ونظر الرجل وأن قوام الأسرة وسعادة الأسرة لا يكون إلا بالزوجة الواحدة. يعني بصراحة الآن واحد معلق على الفيسبوك فبيكتب لي، اسمه عصي الدمع، فبيقول لي أنا أتمنى، أنا لن أستطيع أن أتزوج واحدة، ويبدو شاب وغير متزوج، إن كنت تساعدوني فأتزوج اثنتين فأنا شاكر. شاكر لكم. نعم. وأحضر معكم البرنامج أيضا. لاحظي إذن، يدوب الإنسان أو الرجل يستطيع يحافظ على أسرة واحدة، على زوجة واحدة. أذكر قاضي شرعي في سوريا قال لي مرة أن أحداث السبب الجرائم، الأحداث اللي هن تحت سن القانوني، سبب جرائمهم 95% من سبب جرائمهم كانت بسبب أن الأب تزوج على الأم، أبوهم تزوج على أمهم، على أمهم، وهن طبعا صار عندهم مثل ردة فعل. وللأسف دائما ما عندنا ثقافة التعامل بالحسنة بين الزوجة الأولى والزوجة الثانية. دائما في غيرة، دائما في صراعات ومؤامرات من بعض، وهذا بيجعل الأولاد دائما يخلقوا المشاكل ويأسروا حتى على أبيهم وينتقموا من أبيهم بمشاكل إلى أول ما لا آخر. طيب، أستأذنك دكتورة رفيدة، معنا اتصال من أم علاء من الدوحة، أهلا بك أم علاء ومرحبا. أهلا فيك. أهلا بك أم علاء، يعني هل أنت زوجة ثانية أم زوجة وحيدة؟ أنا الزوجة الثانية. الزوجة الثانية. طيب، لو تحكي لنا ظروف أو ملابسات هذه الزوجة الثانية، ما الذي دفعها إلى أن تتزوج؟ كان متزوج وحصل خلافات كثير مع زوجته لأن ما كان في تفاهم بالبيت. وهي اللي طلبت منه انه اتزوج، انا مالي مسؤوليه اتزوج. يعني هذا بطلب، بطلب من الزوجه الاولى. ايوه، لان انا ما اقدر اعيش معك مثل ما انت بدك. طيب، لكن هل ما زالت الزوجه الاولى يعني على ذمه زوجك؟ كانت على ذمته، بعدين طلقها. يعني الطلاق هذا نتيجة لفكرة الزواج بأخرى أو بعد المعايشة، لأنني كما فهمت منك أنها هي من طلبت منه أن يتزوج. هو هي طلبت الزواج يتزوج عليها، بس لما نتزوج لم تتحمل، يعني ما تحمل. طيب، يعني أسألها لو سمحت. طيب، دكتورة رفيدة تريد أن يعني تعلق أو تسألك بعض الأسئلة. نعم، يعني ما الذي دفعك أو ما هو السبب اللي جعلك تتزوجي واحد متزوج؟
خلينا نعرف السبب من الأصل اللي دفعك إلى ذلك، لماذا؟ يعني لماذا وافقتي على فكرة الزواج برجل متزوج بالأساس؟ أنا كنت ما مرتاحة مع أهلي، يعني كان في شوية مشاكل، وحبيت إني أنا إني أقدر أعيش حياتي لحالي لو مع زوج ثاني. طيب، يعني إلى حد ما وضحت الفكرة أو وضح السبب من حديثك، لكن قبل فكرة الطلاق يا أم علاء، قبل فكرة الطلاق لضرتك أو الزوجة الأولى، كيف كانت الحياة بينكما؟ كيف كان التعامل بينكما؟ كانت شديدة، يعني ما قدرت تتقبل الزواج الثاني. طيب كم الفترة التي جلستما معها يعني معا فيها؟ 11 سنة. طيب يعني فكرة عدم التقبل وعدم الراحة هل تأتي بعد 11 عاما أم يعني من الممكن أن تكون مبكرة؟ يعني من البداية هي لما كانت تحكي له أنه تزوج، كانت هي يعني متباهية بوضعها على أساس أنه ما حيتزوج، بس لما نتزوج فاجئت وظلت. طيب هل كنتما تشتركان في نفس المنزل؟ لا، كل واحدة لوحدها. طيب شكرا لك أم علاء على هذه المداخلة. ومعنا اتصال آخر من السيدة لارا من فرنسا، أهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. منورة بشكل غير طبيعي يا استاذه اسماء، ما اعرفش اذا كان موضوع الحلقه دي دخل ولا لا. ساخنه ساخنه. على فكره انا مش زوجه ثانيه اكيد، يعني انا مش زوجه ثانيه اكيد. والله هو الموضوع جميل جدا. يعني خلينا نقول حاجه، يعني مش هندخل اصلا في نقاش فيها، انه الزواج الزيجه الثانيه دي حاجة شرعها، يعني ربنا شرعها، مش هندخل في أي نقاش، بس زي ما ربنا شرع الزواج الثاني والثالث والرابع، ربنا شرع الطلاق. صحيح. أنا بتكلم لأني أنا بنت الزوجة الثانية. جميل، يعني أنت أنت نتاج للزواج الثاني. بنت الزوجة الثانية. جميل. يعني أنا ما أظن إني أنا لو تكلمت بلسان زوجة والدي الله يرحمه، ما أظن إني كنت أقبل إني جوزي يتجوز عليا صراحة، وأنا طيب متفهمة وضعيتها، لأن وضعيتها كانت صعبة جدا. طيب هل استمر زواج والدك بزوجته الأولى في ظل وجود والدتك؟ يعني أيوة طبعاً، كان هناك جمع ما بينهما، لم تطلب الطلاق مثلا؟ لا بالضبط، لأنه تقريبا احنا لسه عايشين لغايه دلوقتي على نظام القبلي، انه راجل يتجوز البنت. الحمد لله الموضوع ده ما بقاش حاصل مع الجيل الجديد، بس ضروري في جواز بنت العم، والزوجه الثانيه بتكون من اختيار الراجل. فطبعا والدي متزوج بنت عمه، ومتزوج الزوجه الثانيه اللي هي انا بنتها. لا ما حصلش طلاق. طيب لارا النقطة، يعني بما انك يعني شاهدتي في بداية دخول او المكالمة معك الان، انك يعني لو كنت مكان الزوجة الاولى، هي زوجة ابيك، يعني ما كنت لتقبلي ابدا، ومن وجهة نظرك انها مظلومة في هذه الزيجة، زيجة بامك، يعني هذه شهادة يعني مهمة جدا. ولكن كيف كانت الحياة بينهما؟ يعني بما أنك شاهد عيان على هذه الحياة، كيف كانت الحياة ما بين زوجة أبيك وأمك؟ في نقطة بس يا أستاذة أسماء لو سمحتي، أنا مش هختلف مع الزواج الثاني لو كان فيه مشكلة في الزواج الأولاني. في حالتنا إحنا ما كانش أي مشكلة، يعني ست ربنا يبارك لنا في عمرها، لأن زوجة والدي لسه عايشة، ست كويسة جدا وست طيبة وأم فاضلة وزوجة فاضلة، يعني ما كانش في أي داعي إنه يتجوز واحدة تانية. وأنا بس أنا بش يعني أنا
سميني شاهد عيان، لان طيب. شكلك زعلانه من امك يا لارا. شكلك زعلانه من الوالده يعني. لا انا بحط نفسي في مكان الزوجه الثانيه، الزوجه الاولانيه، لانه طيب. حتى دلوقتي هي تقبلت الزواج الثاني بشكل طبيعي جدا، ولغايه دلوقتي لما بناقش الموضوع بقول لها هو ايه اللي خلاكي تقولي ايوه؟ طيب شكرا. طبعا كلمها في الموضوع قبل ما يتجوز. شكرا لك استاذه لارا، واعتذر منك. لدينا اتصالات كثيره. شكرا لك، وضحت الفكره التي حملتها لنا. معنا اتصال اخر من ام ياسين من قطر. اهلا بك. اهلا بك، تفضل يا ام ياسين. والله العظيم انا احس انه اصلا فكره تقبل الزوجه الثانيه اصلا مره 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 يعني في مجتمعاتنا العربيه، خصوصا مع جيل الالفيه هذه. انا لا اعتقد بتاتا انه بنت في القرن 21 ستتقبل الزوجه الثانيه مهما كانت، حتى لو فرضتها الظروف يعني النفسيه، لان الانسان هذا يحس انه هذاك الشخص اللي تعلق به هو حياته كلها، هو ملكه له فقط. يعني لما تيجي وحده بتنازعك فيه في خصوصيات، ادق خصوصياته اللي ممكن ما نقدر نحكيها عن طريق الهاتف العامه، يعني هذا شيء ماري للمراه العربيه خصوصا، عندها الكبرياء وعندها الكرامه وعندها عزه النفس. لما تيجي ست زيها زي ما يقولوا اخواننا المصريين وتشاركها في هذا الرجل اللي بنت عليه مشاريع حياتها وحلمت به انه يكون بس إلها ولولادها، مراره ما بعدها مراره. لذلك انا يعني كبرت في عين الاخت لارا، كبرت في عين كثير، لانه رغم انها والدتها وهي بنت هذا الزواج الحلال، الا انها لما حست ان الزوجه الاولى ما كان فيها شيء يضر ابوها، يعني له مرض مزمن وله يعني لون، الله يعزك، يعني في بعض الانسان يعني كنفس بشريه ما ترتاح للانسان على شكله على جسمه، يعني ما لقت في هذه المراه سبب لابوها تبرره عشان يتزوج امها، يعني شهاده حق. لذلك انا اعتقد في قراره نفسي انه مستحيل انسانه على وجه الارض وتكون كامله شامله بما احله الله وتقبل زوجه ثانيه، الا اذا كان مضغوط عليها من ظروف انها ممكن تصبر على اولادها. والله لانه في الالفيه هذه المراه 20 سنه بس يتزوج، ممكن يتلفظ، ممكن يشوف حتى في التلفزيون فتاه ممكن هي تطلب الطلاق او تطلب الخلع. لذلك الموضوع شيق وصعب تحليله في هذه الالفيه. وشكرا دكتور اسماء. طيب شكرا لك ام ياسين. من وجهه نظر ام ياسين يعني استحاله تقبل المراه ما لم يكن لديها عيب بفكره وجود شريك معها في زوجها. صحيح. وهذا ما حصل مع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة. تصوري أنه مثلا سيدة عائشة ولا حفصة ولا أم سلمة، أي واحدة منهم، عندما كان يريد النبي أن يتزوج أو يسمع بأنه سيتزوج من واحدة، كانت تدب الغيرة فيهن جميعا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج لأسباب كما قلت سياسية، أسباب اجتماعية، ومع أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج كما قلت الكبيرة في السن صاحبة الأولاد، يعني لما تقدم النبي ليتزوج أم سلمة مثلا وهي عندها أولاد كثيرة، من أجل أن يضمها إلى العائلة ويشرفها بشرف أنها أم المؤمنين بعد أن صبرت وتوفى زوجها بالمعارك مع النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظي بأنه كل أقوالهم أن الزوجة الثانية هي مرة. وذكر الشيخ عبد الله المصلح، دكتور الشيخ عبد الله المصلح اللي بنحبنا كلياتنا بنحبه، الله يبارك فيه ويطول في عمره، في قناة اقرأ، فهو معدد وعنده كذا زوجة، لا أدري بالضبط كم واحدة، ولكن في برنامج ذكريات عندما سألوه ما هي الوصية التي توصي بها أبنائك، فقال لهم لا تعددوا. طيب أستأذن منك دكتورة رفيدة، معنا اتصال وحاول الاتصال بنا أكثر من مرة، وهو معنا الآن أبو عبد الله من المملكة العربية السعودية. أهلا بك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. أول شيء أشكركم على البرنامج، بس أنا عندي وجهة نظر في موضوع التعدد. تفضل. يعني حنا ليش نركز على أنه هذا حلال أو حرام أو ما يجوز أو بس يعني نحن تحديدا أبو عبد الله، كي تكون الأمور واضحة في هذه الحلقة تحديدا، وهذا نعم في هذا اللقاء تحديدا أشرنا إلى أنه لن نركز على فكرة حلال من حرام، لأن الموضوع واضح وصريح، هو حلال طبعا، يعني لا جدال في ذلك. ليست الحلقة فقهية يعني. أنا يهمني أركز على أشياء كثيرة في الموضوع هذا، عدة نقاط. أول شيء
هل الرجل هذا اللي يبغى يتزوج هل هو عنده قدرة على الزواج؟ أنا يفترض أحط قيود على أو شروط في زواج الرجل هذا، هل هو عنده القدرة المادية، قدرة الصحية، القدرة النفسية، القدرة العقلية. ثاني شيء يجب أني أنا أستفيد من التشريع هذا بطريقة إيجابية، يعني مثلا هل يعني حنا عندنا في بنات مثلا تجاوزوا عمرهم 40 سنة ما تزوجوا، فلما أجي أقول الوحدة أخلي الحريم الآن النساء يحاربوا بعض، يعني أنه لما تجي واحدة تتزوج واحد يصير عليها حرب يعني شعواء، أنه هذا الزواج يعني لا يتم رفضها، هي يتم محاربتها. طيب هي الآن وصلت عمرها 40 سنة 35 سنة، فهذه نقطة. النقطة الثانية، ليش المرأة دائما تضع الرجل رقم واحد في حياتها؟ يعني أنا استغرب، يعني الآن المرأة ما يجب أنها تضع الرجل نمبر ون يعني في حياتها رقم واحد. المرأة عندها أبنائها، عندها أبوها، عندها أخوانها، ليش الزوج رقم واحد؟ وبالتالي يصير ضغط كبير في الزوج، ممكن يتركها، ممكن يطلقها، ممكن يموت، ممكن يعمل حادث. طيب يعني أجيبك من وجهة نظر بعض النساء. طبعا شكرا لك أبو عبد الله، كنت معنا من المملكة العربية السعودية. أجيبك لماذا يجب على المرأة أن تضع الرجل رقم واحد في حياتها؟ بعض النساء سيرد عليك ويقول لأن هذا هو بكل بساطة طلب الرجل، هو أن تكون المرأة أو الزوجة رقم واحد في حياتها، هو الزوج بكل حقوقه وواجباته. شكرا. قبل أجبش الخط، نعم تفضل. أنا يهمني إنه التشريع هذا كيف نستفيد منه بشكل يعني يفيد المجتمع بشكل عام. شكرا. شكرا لك. أما يتم محاربة التشريع، أنا أحط قيود على الرجل، يعني واحد عمره 30 سنة وصل وضعه المادي سيء. طيب وصلت الفكرة. أعتذر منك أبو عبد الله، معنا اتصالات كثيرة، أعتذر منك يعني حتى يتسنى لنا أن نشارك من ينتظر على الخط. معنا السيد سالم من المملكة العربية السعودية، أهلا بك. مساك. الو، سعد الله صباحكم جميعا. انت والدكتوره صباح الخير، تفضل. الو، حتى عدد الزوجات، انا معي 3 زوجات والله الحمد، عايشين كلنا في بيت واحد، طعامنا واحد على سفرتنا واحده، يعني على يعني انت معدد ما شاء الله سيد سالم. طيب كم لك من زوجات؟ 3. ما شاء الله، لا قوه الا بالله. وكلنا ملتزمين يعني في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة يعني أفهم. وكلنا مقتنعين، هن الزوجات مقتنعات بالفهم هذا يعني، ولا الحمد عايشين في بيت واحد. طيب جميل جدا. وأكلنا واحد ومطبخنا واحد ولا الحمد، يعني ما أشوفه، لكن الآن أحس بالبرنامج هذا بيجيب لي خلل في البيت وعندي. لا معاذ الله سيد سالم، يعني الله يديم عليك النعمة ويديم على زوجاتك النعمة. فكرة أن تكون كل الأطراف قابلة بهذه الأسرة، بتكوين هذه الأسرة، فهذا يعني مبتغى كل إنسان صالح عاقل راشد، أن تكون الأسرة في حالة استقرار. حتى لو كانت 4 زوجات في بيت واحد وفي حالة استقرار، يعني ما المانع ما دام حلالا يعني، وما دام هناك قدرة على ذلك. شكرا لك سيد سالم. ومعنا اتصال من أبو أحمد من الكويت، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. أهلا بك. الحقيقة الضيفة الكريمة تحدثت واستشهدت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يعدد إلا بعد وفاة السيدة خديجة، فماذا عن الصحابة رضوان الله عليهم ويعني ما قاموا به من تعدد؟ ثانيا، حينما تحدثت عن عدم قدرة، أو حضرتك قلتي عدم قدرة الزوج على رعاية أكثر من أسرة، أنا أعرف شخصيا يعني رجال عددوا أسر سعيدة ويعني أولادهم ما شاء الله الأسرتين متفوقين ومتميزين. طيب ما شاء الله، يعني تحقق شرط العدل أو كانت هناك قدرة؟ يعني أنا عايز الضيفة تحدثنا ما هو الحل بالنسبة لأسر الشهداء، زوجات الشهداء ورعاية أبنائهم ما لم يكن هناك تعدد. الأقارب، الزوج، زوجة أخوه، وإحنا يعني المجتمع كان يعرف هذا، وهذا عرف يعني. نعم. أن الأخ لما يموت أخوه يتزوج زوجته ويرعى أبنائه. الأرامل. نعم. المرأة
اللي يعني فقدت زوجها في حادث او غيره، هل يكتب عليها ان تعيش العوانس؟ طيب. اللي يعني لم يوفقوا للزواج في سن مبكره. طيب شكرا. يعني يعني النقطة الأخيرة الحقيقة هي عدم الموضوعية في أن تطرح وجهة نظر واحدة. طيب. دون وجود من يعني يرد كضيف في الاستوديو. طيب. شكرا. شكرا شكرا لك أبو أحمد، لكن أريد هنا أن أشير إلى نقطة هامة جدا، ربما فكرة تقارب، فكرة التعدد من الزوجة الثانية أثار نوع من أنواع اللبس لدى المتابعين الآن، أعتذر منكم. الأساس أنه ليس موضوع التعدد هو محل نقاش، بالتأكيد موضوع التعدد لا خلاف فيه من الناحية الفقهية، من الناحية الشرعية. نحن اليوم نناقش فكرة الزوجة الثانية من الناحية المجتمعية أو الاجتماعية بالأساس. معنا اتصال من السيد محمد من غانا. أهلا بك سيد محمد. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا فكرتي هو يجب أن نشجع بنات لقبول الزواج الثانية، لأن المرأة قيمتها كلها أن تكون تحت الرجل. فإذا كان عندنا بنات بلغنا 40 سنة 30 سنة بدون الزوج، فهي تموت بدون زواج. ولابد أن نقنع النساء أن تقبل زواج بالثانية حتى تكون لكل زوجة زوجة، أو لكل زوج زوجة. فأرى أن هذا يساعد البنات اللاتي في بيت بدون زواج. فإذا قلنا النساء ألا تقبلنا بزواج ثانية ما شعورهن، فهذا يكون محل الاختلاط، حيث يكون البغايا من النساء تكثرنا. فنريد أن نحسن البنات، فلا بد كل مرأة أن تقبل زوجها أن يتزوج بالثانية حتى يكون لكل زوجة مسلمة شرف. هذا الذي عندي. السلام عليكم. طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك سيد محمد. كثير من الاتصالات دكتورة رفيدة، وكثير من الآراء، يعني آراء النساء ذهبت إلى فكرة عدم التقبل والاستحالة كما رأت أم ياسين من قطر، سيدة لارا من فرنسا، بالرغم من أنها كانت ابنة لزوجة ثانية إلا أنها تنكر ذلك وتسأل عن السبب. ذهبت أيضا إلى سؤال زوجة أبيها لماذا قبلتي، وتناقشها في ذلك. نعم. طبعا أراء الرجال مختلفة. السيد سالم من السعودية، بالتأكيد لن يكون هناك خلل بسبب استماع الأسرة للبرنامج اليوم إن شاء الله سيد سالم، ويديم عليك إن شاء الله الاستقرار والسعادة في البيت. السيد أبو أحمد يسأل ماذا عن الصحابة، إذا كنت ذكرتي دكتورة رفيدة أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدد في حياة السيدة. نعم. خديجة. أنا قلت بأن شرع التعدد بدأ من زمن بني إسرائيل. وعندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فكان كثير من الصحابة أو قبل أن يسلموا حتى كان عندهم ربما 10 زوجات و18 زوجة حتى أنه ذكر أن أحدهم. فجاء الإسلام ليحدد هذا العدد، وقلت أنه بالتدريج نأتي إلى زمن يستقر على الواحدة، وهذا تشجيع من الآيات الكريمة. نعم. الأخ اللي اتصل من السعودية أبو يعني عبد الله، أبو أحمد، لا يعني أول واحد اللي ما ذكرتي ما سألتيني عنه. طيب كان كلامه موضوعي جدا. طيب نكمل. نعم. فكرة تساؤل أبو أحمد، وهو سأل عن فكرة ماذا عن الحل في أسر الشهداء، ونوهته إلى فكرة أننا لا نناقش فكرة التعدد، يعني إذا كان حلالا أم حراما، مباحا. صحيح. صحيح. أم يعني هلأ الآن كلياتنا نبحث عن حل. نحن نريد حل لهذه النساء. نعم. يعني لماذا هم دائما يقولون بأن النساء زيادة في العدد؟ طبعا النسبة العالمية بأن عدد النساء 51% مقابل 49% رجال، 49 نساء 51، دائما هذه نسبة عالمية. لكن من هي النسبة الزائدة في المجتمع؟ لو نظرنا في الإحصاء الدقيق لوجدنا أن النساء الزائدة في المجتمع هن العجائز. دائما النساء العجائز بيكون عمرهم أطول من الرجال العجائز. فكثير من الرجال هون النسبة بتجي، وليس نسبة الصغار أو اللي هن تحت سن. طيب. الزواج ربما في ناحية. ربما في نقطة النسب والإحصاءات لتكون دقيقة، حقيقة بحثت في التحضير لهذه الحلقة، لا توجد نسب أستطيع أن أعتمدها بشكل كامل. عند الكلام على هذه النقطة نستكمل معك دكتورة. نعم. رفيدة، ولكن فاصل قصير مشاهدينا، ثم نعود لاستكمال النقاش واستعراض تعليقات متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي، فتفضلوا بالبقاء معنا.
بكم من جديد. نشاهد الآن آراء شريحة من السيدات حول الزوجة الثانية، ولكن قبل ذلك نذهب إلى زميلي حسام كي نتعرف على تعليقات مشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا بك حسام. أهلا بك أسماء. الموضوع اليوم يعني هناك مشاركات كثيرة، وأيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي هناك صحيح. أيضا مشاركات كثيرة. صحيح، إذن هناك رواج كبير في مواقع التواصل لهذه القضية بالذات، مثلما هناك رواج من خلال الاتصالات، البعض يقابل هذا الموضوع بالترحيب والبعض الآخر يقول ما ليش دعوة. إذن هناك تعليقات كثيرة، نبدأ بهذا التعليق، يكتب: أراها مظلومة ومن حقها الزواج، فهي لم تفعل أي شيء خطأ ومن حقها أن تكون الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هو ده حقها. كما كتب صاحب التعليق تعليق آخر: إذا كان الزواج الثاني لسبب معقول كعقم أو مرض الزوجة الأولى فهي مغامرة، وإن كان لسبب غير منطقي فهو تهور. كما كتب صاحب التعليق مسعد: الزواج مش حرام، ولكن هل سيعدل الزوج بين الزوجتين؟ تجد من يتزوج على زوجته فيهمل الأولى وأولاده ويفتعل المشاكل، ونرى حالات كثيرة انتهت بضياع الأولاد لانشغال الأب عنهم بالزوجة الثانية. من وجهة نظر صاحب التعليق أنس أيضا: الزواج الثاني أحيانا يكون حلا جذريا لمشاكل عالقة بالنسبة للرجل، ولكن أحيانا يكون الضربة القاضية لحياته. أيضا تويتر سريعا: إبراهيم، أراها اليوم واجبة على المستطيع، فتعدد الزوجات رحمة بالنساء لكي لا تبقى منهن بدون زواج. كما كتب أيضا تركي يقول: تعدد الزوجات بالإسلام رحمة بالنساء، هو صاحب التعليق، لكي لا تبقى منهن بدون زواج، ولكن الثقافة العربية أثرت حتى على العلماء المسلمين. أيمن: الزوجة الثانية هي رحمة، رحم الله بها الرجل، وهي فرصة ثانية لحياة لا تعترف إلا بالحياة الأولى. فلاح يقول: الزوجة الثانية قد تكون نعمة وقد تكون نقمة على الزوج وعلى أيضا الأسرة وعلى المجتمع. أسد: أنا أراها حلا مناسبا بدل الوقوع في الحرام. أبو أنس: أنا أراها ذات التعليق. أيضا تعليق آخر: أراها بسببها ينصلح حال الزوجة الأولى. وغازي: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، معنى الآية أهم شيء هو العدوى وليس البحث عن زوجة ثانية أو ثالثة. ناصر: للأسف عجزت عن تبرير ذلك، خاصة إذا تزوجت بدون علم الزوجة الأولى. يحيى: العدل. والتغريدة الأخيرة معنا في هذا الاستعراض تقول: يقول مراتي قاعدة جنبي وبتقول حقا إنها شيطان، وأنا مالي يا عم. إذا نعود من هذه التغريدات والتعليقات لك أسماء من جديد، يعني كثير منها يحتاج التعليق مرة أخرى، لكن الورطة حسام الآن في ورطة، ما رأيك في الزوجة الثانية؟ وأنا مالي عم. وأنا مالي عم. طيب شكرا حسام، وصلت الإجابة، شكرا لك حسام. شكرا لك. شكرا لك. بالعودة لك مرة أخرى دكتورة رفيدة من وأنا مالي عم، لا يريد أن يشارك معنا لأن زوجته بجانبي كما هو حسام، وهناك من أشار إلى فكرة تستحق الوقوف عندها حقيقة دكتورة رفيدة، وهي المشاركة حقيقة لرجل، من حق أي زوجة أن تستمتع بزواجها سواء كانت ثانية أو ثالثة أو رابعة، لم ننكر عليه ذلك أو لم ينكر ذلك، ولكن لا يعني ذلك أن تقارن نفسها بالزوجة الأولى. الزوجة الثانية لا تقارن نفسها بالزوجة الأولى؟ نعم. شوفي أنا ما بس في كلمة يعني حتى نستطيع أن نكمل يعني باقي التعليقات والمشاركات. نعم. أنا ما شفت تنتين متزوجين رجل وسعيدات، تنتين أبدا. نعم. يا أما على حساب الأولى يا أما على حساب الثانية. وعادة ما يتزوج الثانية فيظلم الأولى أو يعود إلى الأولى ويطلق الثانية، وكثير جدا من هذه القصص. يعني ما رأيت في حياتي إلا أم عيسى رضي الله عنها وأرضاها، يعني هي كنا سهرانين معها مبارها، وتحية لأم عيسى عم تتابعنا أكيد الآن. فإنه هي تزوجت وزوجته الأولاني هي اللي خطبتها، فصارت هي الزوجة الثانية. وعاشوا في وئام، لكن بصراحة ومعنا مثال جميل أيضا للسيد سالم من المملكة العربية السعودية، ثلاث زوجات في بيت واحد نتابع. طب هذا كلام هو يعني نسمع كلام الزوجات يعني صحيح. لو يستطعنا أن يتصلنا بنا يعني يا مرحبا به. يا مرحبا بهن. تنضم إلينا الآن عبر سكايب من القاهرة الأستاذة رانيا هاشم، صاحبة مبادرة التعدد شرع، والتي اشتهرت إعلاميا باسم زوجي زوجك. أهلا بك أستاذة رانيا معنا اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليه يا رانيا؟ ليه زوجي زوجك؟
أولا كما قلت وأشرت أنها شهرة إعلامية فقط بذلك، لكن هي القصد بتاعها إسعاد الشرع، وهو تحسين صورة حكم شرعي موجود في الشريعة لحل مشاكل فصيلة في المجتمع تم تشويهه بتعمد. جميل. بس فكانت هذه الحملة لتحسين صورة هذا الحكم، وايضا لتحسين صوره من ياتي به سواء الزوج او الزوجه. طيب أو يعني هذا عن الاسم. طيب هذا عن الاسم، لكن عن الاسباب، لماذا اطلقت هذه الحمله؟ بالطبع اطلاق هذه الحمله اللي احنا بنشوفه في حياتنا الاجتماعيه، لكن اولا دعيني ان انا اعلق على ما سمعته من الدكتوره رفيده. هي قالت ان سيدنا محمد لم يعد في حياة السيدة خديجة. أولا من منا كخديجة؟ فخديجة من الثواني بنص حديث صريح. هذا رقم واحد. رقم اثنين، كان إعداد للنبي صلى الله عليه وسلم النبوة، فكيف كان يكون له عدة زوجات وهو يعد للنبوة؟ تخنفه في غار حراء، انقطاعه وهذا ثابت بالسيرة. أمر آخر، كيف نغفل عن حديث النبي الصحيح حبب إلي من قياس من والطيب؟ لماذا نجعل النبي صلى الله عليه وسلم جواده وكأنه صب وعار نحاول أن ندافع عنه؟ إن لم يكن مقتدين بأي وسيلة أخرى غير الزواج، أظن أن الله قادر على أن ينصر دينه بدون زواج. نحن دائما نقول أن الزواج كان لأسباب، كان لعلات، كان لنشر الدين، كان لتحبيب، كان للائتلاف بيننا وبين القبائل الأخرى. ألم يكن الله عز وجل قادرا على أن ينشر دينه بلا زواج ليعطينا الدرس أن التعدد فيه ظلم ولا يجب علينا أن نعزز لأنه سيقهر الزوجة الأولى أو ما إلى ذلك، وأن يستمر النبي صلى الله عليه وسلم بزوجة واحدة؟ لماذا لا نسأل أنفسنا كل تلك الأسئلة قبل أن نفمد ونفكر ونضع من السير ما ليس موجود؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بنفسه حبذ إلي من دنياكم النساء، زواجه من النساء هذا لا يعيبه، إنها فطرة ذهن للناس حب الشهوات من النساء. الزواج. طيب طيب بالعودة، يعني كل هذه الأسئلة التي طرحتها بالمقابل إن شاء الله ترد عليها يعني الطرف الآخر دكتورة رفيدة الحبش معنا اليوم، لكن أعود إليك، لماذا أطلقت هذه الحملة؟ ما الأسباب التي دعتك لإطلاق هذه الحملة؟ وأرجو منك الإجابة بشكل سريع أستاذة رانيا. الإجابة بشكل سريع هو ما نراه الآن من مشكلة المطلقات والأرامل والمتأخرات في السن. طيب ليس لهن زوج. طيب. أنتم تقولون أن الإحصائيات تقول أن الذكور أعلى من النساء. نحن لم نقل شيئا يا أستاذة رانيا. أستاذة رانيا نحن لم نقل شيئا، ما قالت ذلك هي ضيفتنا مثلك تماما دكتورة رفيدة الحبش. تفضلي. لكن فدعيني أرد على هذه النقطة. طيب تفضلي. مع عين التكافؤ الاجتماعي، فهل يعقل أن أكون مثلا عندي دكتورة أزوجها لبواب لأنه لا غير متزوج؟ ألا تعلمين أن المطلقات ذوات الأطفال والأرامل ذوات الأطفال ينأى عنهم حتى المطلق والأرمل وهو لا يريد أن يربي أولاد غيره؟ طيب فكيف لنا بذلك؟ وحينما نقول أن التعدد شرعه الله عز وجل رحمة، فهو رحمة بالزوجة الأولى أيضا. طيب شكرا. فهي لا تدري متى ستكون زوجة ثانية أو أرملة أو مطلقة. طيب شكرا لك سيدة رانيا هاشم، كنت معنا عبر سكايب، وبالعودة لك مرة أخرى دكتورة رفيدة. كل هذه الأسئلة التي ردت بها عليك أستاذة رانيا نود الإجابة عليها، وخاصة أن أبو أحمد من كان ورد إلينا اتصال من أبو أحمد وجه اتهام لنا أننا لم نأتي بالرأي الآخر، فهو الرأي الآخر لتردي عليه. نعم.
مشكورة أخت رانيا على حملتها وعلى حديثها وعلى الفهم الذي فهمته. أولا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم ثلاث ومن جملتها النساء، ليس المقصود زواج النساء قال العلماء في هذا الحديث، إنما حبب جنس النساء من أجل نصرة النساء ونصرة المرأة. النبي عليه الصلاة والسلام مرة خارج لكن هذا تفسير، يعني هذا تفسير العلماء. نعم تفسير من التفسير من نعم الأحوال. أنا لا تفسير من أكثر من تفسير. معلش نعم. اسمحي لي يعني تفضلي نعم. أنه نقطة حبب النساء وهذا قال الدكتور العلامة البوطي رحمة الله عليه طبعا وغيره من العلماء، فالنساء يعني أن ينصر هذه المرأة المظلومة، لأن عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام تعرفين كيف كانت الجاهلية وحال النساء المرأة وحقوق المرأة نعم. كلها سواء كان صغيرة أو كبيرة. فالنبي نصر هذه المرأة. مرة خرج النبي عليه الصلاة والسلام من عرس، وهذا ما يفسر الحديث، كان مرا فوجد نساء خارجنا من عرس، نساء وأولاد، فركض النبي عليه الصلاة والسلام وفتح يديه هكذا وقال والله إني لأحبكن للنساء وللأولاد وللكل، فهل هذه زوجة؟ هل يحبها من أجل أن يتزوجها أو لشهوة؟ إنما أحب النبي عليه الصلاة والسلام النساء لينصرهن ليرفع من شأنهن. طيب هذه طب واحدة. طب نرد أو نكمل الرد، ولكن بعد هذا نعم. الاتصال من السيد بندر من المملكة العربية السعودية. أهلا بك. السلام عليكم، تحية لكم وأخواتي. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك، تفضل. طبعا هو هذا التفسير الصحيح اللي قالته ضيفتك في الاستوديو، وانا كنت حعلق عليه والحمد لله انه هي قالته نعم. ولكن انا اقصد الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان من دعائه اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالعفاف مهم للرجل، حتى لو كان عنده 4 زوجات وما عنده عفاف فهذه مشكلة الرجل لازم يحلها. مو معنى انه النظرة الى تعدد الزوجات هي فقط نظرة جنسية بحثة، هنا مشكلة للرجل، حيتعب نفسه وممكن يهلك نفسه. ولكن انا اقصد انه لابد يكون للرجل في عفاف، فان تزوج امرأة وعنده عفاف تكفي على النساء كلها. وشكرا لكم. شكرا طيب لك. شكرا لك السيد بندر. نعم الفكرة الثانية طيب لو نكمل. سمحتي لي طب اسمحي لي أن نكمل. نعم الموضوع شيق اليوم وكثير من الاتصالات وردتنا طبعا. وكثير من المشاركات، لكن نشاهد الآن آراء شريحة من السيدات حول الزوجة الثانية قبل أن نستكمل النقاش معكم، نتابع. أول شيء الزواج مرة ثانية ومرة ثالثة يعني حلال مش حرام، الله حلل ب4 زوجات. الزوجة الثانية يعني إنه منتقدة بالمجتمع العربي إنه من ناحية إنها إذا أجت زوجة ثانية بتجي عن طريق مشاكل، بتسبب مشاكل للعيلة الأولانية، بس من هاي الناحية إنها منتقدة وغالبا ما بتكونش محبوبة. أول شيء بتبادر لذهنها إنه هاي سرقة، سرقة أحد ممتلكاتها، لأنه الإنسان بطبيعته بيميل إنه يمتلك الأشياء، ما بحبش إنه أي حدا يشاركه خاصة بالأشياء اللي تتعلق في المشاعر، بحب إنه يستحوذ على هذا الشيء فقط لإله. وطبعاً الدراما العربية طبعاً بتأثر، لأنه ما ناقشت الموضوع من جانب ديني بإنه هذا الإشي حلال، وطبعاً ديننا بحل كل إشي، لكن في إله حدود وفي إله شروط وفي إله واجبات وكيفيات كيف يتم هذا الزواج. والله بسبب الوضع اللي إحنا فيه والتقدم اللي إحنا فيه يعني الزوجة الثانية صارت إنه إشي غريب، انما زمان يعني كان إشي طبيعي، ثانيه وثالثه ورابعه، يعني لو بنلاحظ ان الكبار بالعمر يعني نادر لما تلاقي واحد متزوج واحده بس، كله عنده اثنين. فانه بوضعنا هذا انه بسبب التقدم والتطور اللي احنا فيه اكيد انه كمان الوضع الاقتصادي صعب شوي، فبيضطر انه بكفيه واحده. تقريبا من الدراما اكثر إشي، يعني من اللي بشوفوه في التلفزيونات إشي دائما دورها بكون سيء في الشخصيات. يعني أكيد بالنسبة لهم شيء كويس، أنه برضو هم بدهم يعيشوا حياة تانية، مش خلص أنه فشلوا بحياة واحدة أنه مش من حقهم أنه يعيشوا حياة تانية، هم برضو بشر وبإلهم الحق أنه يعيشوا هذه المشاعر بطريقة إسلامية صحيحة. والله هو من رأيي كويس كتير، لأنه بيساعد أنه تكافل اجتماعي، وأنه يعني بتحمي كتير يعني أسر منه سر يعني تتفكك. فانا من رايي بايد، لو كانت الحاله نفس انه ارمله او زوجها شهيد او وضعها اقتصادي او كثير ظروف بتسبب انه الواحد يتزوج ثانيه، فانا معها انا مع. وكمان المفروض الزوجه الاولى ما ترفض انه يتزوج وحده هيك ظروفها.
لو كان. طيب يعني كان هناك حوار بيني وبين دكتورة رفيدة. نعم. دكتورة رفيدة، حتى يتسنى لنا أن نستثمر الدقائق القليلة جدا الباقية نرد بداية على الأستاذة رانيا والمبادرة التي أطلقتها، وسألتك سؤالا مباشرا، لماذا يعني نبرر ونجعل من التبرير هو همنا الأول في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من واحدة؟ بالنسبة للأخت رانيا، هلا لما بدأت بحديثها أنه النبي عليه الصلاة والسلام تزوج فقط خديجة لأنه كان متفرغ للتهيئ للنبوة، يعني بعد لما تزوج الأكثر خلصت النبوة، يعني انتهت مهمة النبوة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو مشرع لنا وهو قدوة لنا في كل حياته، في كل ثانية من حياته علينا نقتدي به. والله هون هو متفرغ ليصير نبي، أما هون ما عاد تفرغ يصير نبي، هذا كلام يعني غير منطقي. ما بعرف هل هي متزوجة اثنين يعني هذه هل هي يعني هذه أمور أدري. أمور لو شخصية كانت نعم لو كانت ليس زوجة محل أولى طرح السؤال لا لو نعم. كانت هي زوجة أولى وتزوج زوجها الثانية ربما لم تكن تطلق هذه الحملة. طيب. بكل الأحوال بكل نعم. الأحوال أنا مع أنه لو كان في بنات مثلا عانسات أو في مشكلة مثلا أرملة عندها أولاد، نعم هنا أباح الشرع التعدد، أنا هذا ما أقتنع به. إذا التعدد هو دواء لمشكلة اجتماعية ممكن، لكن اسمحي لي لك شغل. طيب معنا اتصال، نأخذ الاتصال ونعود طيب لهذا الاستسماح. معنا اتصال من السيد عبد الرحمن يعني. من غزة، أهلا بك. أهلا بكم. أهلا بك، تفضل. الحقيقة فيما يتعلق بهذا الموضوع، الزواج المتعدد من الصوت ليس بواضح. نعم نعم، لو تعد علينا مرة أخرى سريعا سيد عبد الرحمن. نعم، أنا شخصيا متزوج من امرأتين، لكن أنا ضد هذا الفعل. أنا كنت تزوجت بضرورات لها علاقة بالأطفال، أي أنني من زوجتي الأولى لم يعني لم يحصل لي أو لم نستطع أن نتناسل، وبالتالي تزوجت امرأة ثانية في سياق أحكي عن أطفال. طيب لماذا أنت ضد بعد أن خط التجربة؟ لماذا أنت ضد بعد أن خط التجربة، وخاصة أنك تقول أنها كانت لأسباب مشروع؟ أنا ضد لأن هناك صعوبات وتعقيدات لا يمكن وصفها. القصة لها علاقة بالمشاعر وبالأفكار وباليوميات وبالتفاصيل وبالقرارات، ولها علاقة بالأنشطة الاجتماعية. هذا عوضا عن أنني أفترض أنه لو كانت زوجتي متزوجة من آخر كيف يعني سأحاول أن أستوعب الفكرة. هناك تفاصيل على الإطلاق لا يمكن معالجتها، وبالتالي أنت تتنازل وتمارس عمليات نفسية وتمارس ضغوط هائلة جدا في داخلك. شكرا. تستطيع أن تنجح. شكرا لك سيد عبد الرحمن، أعتذر منك لضيق الوقت. اتصال سريع آخر من السيدة أم عبد الرزاق من قطر، أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك، تفضلي. هلا أنا بدي أحكي عن تجربتي القاسية كثير جدا جدا يعني. أنا ضد التعدد وبشدة، لأنه أنا اتزوجت عمر 14 سنة وعيت على شخص وحبيته من كل قلبي، واستحملت الإهانات والضرب وكانت طبعا والدته الله يرحمها توفت، كانت ساكنة معنا بس البيت. فلما كبروا الأولاد وزوجت بنتي اتزوج وحدة تانية. طبعا يعني أنا الله يستر عليها المخلوقة، هلا راحت في حال سبيلها، بس هي أقل مني بكتير ميزات، يعني من الجمال أنا الحمد لله ملتزمة دينيا جدا جدا، وهو أصلا ما طلع قد المسؤولية. يعني هو ما تحمل هاي المسؤولية اللي حطها على عاتقه. فهو ما تحمل وأنا ما تحملت وهي ما تحملت، فطلقنا احنا الاثنين وهو صفى لوحده. يعني طلق الزوجة الثانية وقام بتطليقك انت الزوجة الاولى. واصبح وحيدا الان. نعم اصبح وحيدا لانه طيب. هو لم يعد يتحمل هاي المسؤولية الشديدة اللي ارماها على عاتقه. طيب يعني هذه حكاية تستحق ان يكون لها يعني وقت في حلقة اكبر. شكرا لك ام عبد الرزاق،
وبالعودة لك سريعا دكتورة. نعم الفكرة يعني سريعا لو سمحتي لي. نعم. دائما يؤكدون على فرضا البنت العانس أو الأرملة أنه هذه من حقها أن تتزوج. نعم أنا أقول هذا من حقها أن تتزوج، لكن تتزوج من؟ أيضا هناك أرامل، يوجد رجل أرمل ويوجد رجل مطلق، فممكن هي أو مطلق ممكن هي تتزوج هذا الرجل. يعني بعدين الحروب تغيرت، يعني ستقوم بالبحث ليس تحديدا عن المطلق. هو من يتقدم، هو الذي المطلق هو يبحث عن مطلقة، لكن للأسف إحنا المطلق بيروح بيبحث عن مين؟ عن البنت الصبية الصغيرة. هي يا جماعة ماشي سوء، ما محتاجة، اللي محتاجة الأرملة. إحنا أنا بشجع زواج الأرملة، زواج المطلقة نعم، لكن لما بده يبحث الرجل يبحث عن هذه من أجل يساعد النبي عليه الصلاة والسلام لما عدد وتزوج أم سلمة. طيب. وتزوج غيرها من أجل أولادها. شكرا شكرا لك دكتورة رفيدة. للأسف انتهى الوقت، وأريد فقط أن أنبه وأنوه إلى أننا في هذا اللقاء من النافذة الصباحية لم يكن القصد منه مناقشة فكرة التعدد التي أتت بها أغلب المشاركات والمكالمات. التعدد أمر مفروغ منه من الناحية الشرعية، لا جدال في ذلك، ولكن كنا نناقش فكرة الزوجة الثانية من الناحية المجتمعية، من ناحية تقبل المجتمع لها، المشاكل التي تواجهها وكيف تستطيع أن تحل هذه المشاكل سواء الزوجة الأولى أو الزوجة الثانية. سعدنا جدا بكل هذه المشاركات اليوم، نتمنى لكم صباحا جميلا. طبعا بعد أن أشكر ضيفتي في الاستوديو الدكتورة رفيدة الحبش على هذا الحضور القوي، شكرا لك، وأشكر أيضا كل من شارك معنا اليوم، أستاذة رانيا من مصر عبر سكايب صاحبة هذه المبادرة زوجي زوجك أو التعدد مشروع، وكذلك أشكر كل من شارك معنا اليوم سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق المكالمات الهاتفية. شكرا لكم، وأتمنى لكم دوام المودة والرحمة في بيوتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.